هذه طوابير العربيات، ودي احد العربيات. نعم، المرأة تحت، المرأة عجوز. شوف المرأة. بابا نيوز التقط باحد راكبي الموتورات موتوسيكل. السلام عليكم. ليه حضرتك واقف الان؟ انا استناه باش نحطوا ليسونس، ما بقاش ليسونس، ما فيش بنزين. لا كيو عند 200 متر. ايوه 200 متر صحيح، الطابور العربيات. الحاله ده بقى لها قد ايه يا استاذ؟ اسمك ايه؟ طارق. طارق من اي بلد؟ انا تونس. تونسي، تشرفني. بقى لك قد ايه واقف مستني؟ استنى باش نحط ليسونس. بقى لك قد ايه؟ عندي فيزا، انا في ريزيرف، عندي بس 3 جوغ نفكس في 3 ايام بيدور على البنزين ومش لاقي حاجه. فوالا. طيب شكرا. هذه طوابير العربيات اللي موجودة في وادي واحد تاكسي موقفه. Bonjour monsieur, le Boab News. Juste pour vous dire, quelle est votre impression de cette grève? Cette grève? Oui. De qui? De Saint-Anne, non, je ne comprends pas du tout. Et est-ce que vous êtes avec ou contre cette gréviste? Non, évidemment contre. 70 personnes bloquent toute la France. Voilà, exactement, ça je le sais. Merci monsieur. Vous voyez une issue ou pas? Oui. Merci. Au revoir madame. بتاع التاكسي برضو رافض لهذا هذا الاضراب، وهذه ال بياخدوا الناس كرهائن. هذه الناس كلها، هذه تقريبا 200 متر. وسمعت من واحد انه مش كل الوقود موجود في البنزين، فقط ديزل، لكن في وقود 98 مش موجود، في 95، فده في عربيات ما تقدرش تقبلها، ففي كارثه يعني. الناس مش قادره تشتغل كويس. الليمون بثلاثة أورو 49 سنتيم، والأورانج بثلاثة أورو 99، تقريبا 4 يورو الكيلو، وفروة 4 أورو 50. المانجا دي بتيجي من السنغال، طبعا المانجا المصرية مش أحسن منها. التفاح دي كمترا 3 أورو 25، العنب 3 أورو 99، ده السمك، سمك سمو في 100، ادي 8 اورو، كان زمان ب 6 اورو، فزاد 2 يورو، 5 اورو، 4